مجلس إدارة النادي الأهلي اللي نشرت صورة على الفيسبوك مع البابا توادرس وكتبت كل عام والإخوة الأقباط بخير بمناسبة عيد القيامة وأدام الله على مصر والمصريين السلام والأمان وفرحة الأعياد. احتفلت كمان مريم متولي لاعبة الكرة الطايرة في النادي الأهلي على تويتر بفوزها مع فريق الناشئين 19 سنة ببطولة الجمهورية وكتبت نهاية رائعة لموسم صعب. نشر مليك إيبونا لاعب النادي الأهلي السابق صورة على تويتر وكتب حتى عندما يكون كل شيء صعب عليك أن تظل إيجابي. والجمعة برضو نشر صورة لمحمد صلاح على تويتر بعد ما تألق مباراة هيدرسفيلد تاون وانتهت طبعا زي ما انتم عارفين بخمس أهداف للا شيء. كتب محمد صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية بعد بلوغ المباراة 100 بألوان ليفربول في جميع المسابقات. نشر برضو فان دايك مدافع ريتس صورة على تويتر من المباراة وكتب بلس في ومن الرائع رؤية أليكس أوكس تشامبرلين يعود يتبقى لنا مباراتان بالدوري الإنجليزي ويجب علينا أن نحافظ على تركيزنا ولكن أولا حان وقت الشامبيونز ليج. كمان نشر روبرتسون صورة من المباراة على إنستغرام وكتب صباح الخير يا ريتس نتيجة كبيرة الليلة الماضية بالإضافة لعودة تشامبرلين. كمان نشر بنعظم صورة من المباراة على الإنستغرام وكتب صباح الخير يا ريتس يا لها من ليلة في أنفيلد نافيكيتا أحرز أسرع هدف في الدوري الإنجليزي ومو هداف المسابقة وماني الثاني كما أننا استعدنا جهود أكسفيل أنفيلد. كمان كيتا نشر صورة لاحتفاله بهدفه ده كان على الانستغرام وكتب الماراثون مستمر أحسنتم. نشر برضو ترينت أرنولد صورة من اللقاء على تويتر وكتب كل ما علينا هو الاستمرار في الفوز المباراتان في المباريات على حتى النهاية. كمان نشر لوفرن صورة من المباراة وكتب على الانستغرام فوز كبير سعيد بالعودة للملاعب سعيد أكثر لعودة تشامبرلين لقد افتقدناه لفترة طويلة شكرا مشجعين على دعمكم. نشر كمان جيمس ميلنر صورة من المباراة على تويتر كتب نتيجة رائعة أخرى الليلة الماضية سعيد لرؤية أوكس يعود للملعب. نشر الحارس كمان البديل صورة لتشامبرلين في المباراة على تويتر وكتب من الرائع الحصول على النقاط الثلاث وإحراز خمس أهداف وشبك نظيفة ولكن كان جيدا رؤية هذا الرجل مرة أخرى على أرض الملعب. برضو تشامبرلين نشر صورة بقى على الانستغرام من المباراة وكتب بعد 367 يوم لا يمكنني أن أخبركم كم هو جيد أن أعود شكرا لكم شكرا لكل من ساعدني في عودتي إلى أرض الملعب كل من في النادي وزملائي في الفريق أيضا شكرا جزيلا لكم وأشكر الجماهير على الدعم في أصعب الأوقات الاستقبال الذي تلقيته الليلة هو الشيء سأتذكره مدى الحياة شكرا لكم. كمان أرتورو فيدال لاعب برشلونة نشر صورة على الانستغرام قبل مواجهة ليفنتي النهاردة وكتب لنفعلها اليوم ونحقق أول أهدافنا في هذا الموسم. كمان احتفل أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد بذكرى إنشاء النادي امبارح نشر صورة على تويتر كتب عيد ميلاد سعيد أتليتي. كمان نشر دييغو سيميوني صورة على تويتر وكتب 116 عام سعيدة لنستمر في العمل معا نعرف من نحن إلى أين نحن ذاهبون. كمان أخيرا بقى كريستيانو رونالدو دعا الجماهير للتصويت لمسقط راسه جزيرة مدارا البرتغالية كأفضل وجهة سياحية في أوروبا نشر صورة للجزيرة على تويتر وكتب حان الوقت للتصويت لمدارا كأفضل وجهة أوروبية مرة أخرى. ودلوقتي نطلع معاكم لفاصل سريع نرجع نستقبل ضيفنا النهارده ضيف حلقتنا استاذ خالد.